السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع المسيله اللي نقف على الاشغال تاع الطرقات في الولايه، واللي فيه زوج مشاريع هامه جدا وتتمثل في اولا ربط مدينه المسيله وولايه المسيله بولايه برج باري ريج بطريق السيار من نوع ثاني، يعني زوج ارويقه في كل اتجاه زائد شريط تاع التوقف الاضطراري. اذا فيه زوج مشاريع، المشروع الاول هو ربط اذا ولايه مسيله بولايه برج باري ريج، والمشروع الثاني هو ربط مدينه المسيله بطريق السيار الشرق غرب بواسطه كما قلنا طريق مزدوج من نوع ثاني، اذا هو يعتبر طريق سيار من نوع ثاني. اذا هذه الزوج مشاريع مهمه جدا يتم حاليا القيام بها في هذه الولايه، واللي اكيد يعني بعد انتهاء هذه الاشغال سوف تفك العزله عدا عده محاور وعده مناطق، خاصه وانه في مناطق صناعيه هي قيد التطوير وقيد الانشاء في المنطقه اللي كما نعلم هي جزء من منطقه الهضاب العليا. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو في الموضوع والسلام عليكم. مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 5 والذي يربط الولايات الجنوبية مرورا بالمسيلة على مسافة 29 كيلومتر بمعايير طريق السيار، كلف خزينة الولاية غلافا ماليا قدر ب 450 مليار سنتيم. راهي ضيقة ونعاني فيها في المشاكل، سورتو في دخل الفيلاجات هذو هنا الصغار هذو، والحمد لله اليوم اللي خرج المشروع على الفيلاجات هذو والطريق راح توسع تولينا ما كانش فيها مشاكل ان شاء الله، وتسهيلات المواطنين وكلية حاجه مليحه تساعدنا، تنقص لا كومبرومو، تنقص الحوادث، تنقص حوايج ياسر. ازدواجية الطريق الرابط بين راس الواد وتكستار الذي يسمح بربط المنطقة الصناعية الرماين بالطريق السيار الشرق غرب مشروع آخر لا يقل أهمية. في نفس السياق كذلك عندنا دراسة على وشك الانتهاء، الطريق الوطني 45 الذي ينطلق من برج باري باتجاه المسيلة أيضا، نحن في نهاية الدراسة من أجل إنجاز إشغال الازدواجية نتاعو. كل هذه المشاريع من شأنها المساهمة في حل مشكل الازدحام وتسهيل حركة المرور، خاصة وأن المنطقة تعرف نشاطا تنمويا متسارعا بفضل المناطق الصناعية.